صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله عيد الاضحى المبارك لعام 1442 للهجره وجاء في التعميم انه بمناسبه عيد الاضحى المبارك لعام 1442 للهجره تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الوقوف بعرفه ويوم العيد واليومين التاليين له والتي تصادف ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجه 1442 للهجره الموافق للتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين من يوليو 2021 للميلاد.